علاش الوليدات إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الكرام أهلا وسهلا ويومكم سعيد. احنا مباشرة من مراكش المدينة الحمراء وبالضبط المدرسة الابتدائية اليوسي بحي سيدي يوسف بن علي. كما قلنا متتبعينا الكرام مهد المباشر كما كتشوفوا انه مجموعه من اولياء الامور اباء وامهات التلاميذ اللي تيطالبوا الاطر التعليميه باش يلتحقوا بهذه المدرسه هذه لانه يقول لهم سيروا سيروا مازال ما كاينش عند الاساتذه اللي غادي يقريوكم ولحد الان مازال السيد المدير اتصلنا بها كتقول لك هي راه ما عندنا ما ندير حتى نشوفوا الفائض مؤسسه اخرى غادي يرسلوا لنا قالت لك الاساتذه الخاصين غادي يرسلوا لنا الاساتذه اللي خاصين هنايا دابا تقريبا هذه راه غادي 21 يوم وكيمشيو الناس ويجيو تيجيبوا التلاميذ ديالهم حتى لهنايا وكتردهم كتقول لهم حنا كنطالبوا دابا باش تشوف لنا الحل ما تبقاش هي كنجيو عند الباب وكتقمع فينا سيروا حتى من الاثنين صافي مشينا للنيابه حتى هو قمعنا من الباب كاع سيروا حتى نهار الاثنين ونجي لكم حل هو الحل ما شفناش وما يتهزوش التلامذ من قسمنا اللي ما عندهمش ويمشيو صاحبي صاحبك ويمشيو لاقسام اخرين فاش تجي المعلمه وتقول لنا بغيت شنو هو المشكل بالضبط؟ حيت جا عمو استاذ كاين في المدرسه هذاك واخا الله يعرضهم السلامة دابا ما تيقراوش واش كاين نقص في الاطور ولا في قالت لي كاين نقص ولكن فاش خرجوا المعلمين ديال الحركه استاو المدارس ما بغاوش يجيو لهنا حيت المديره ما كتعاملش مع الناس مزيان هذا هو المشكل اللي كاين هو المديره ما كتعاملش لا مع الامهات ولا مع حتى حد راه هي نورمالمون خصها تقري كاين جوج اساتذه استاذ يقري هذاك الفوج جوج افواج واستاذ يقرا جوج افواج اخرين حنا ولادنا قالت لهم سيروا في حالكم وهذوك دخلاتهم علاش يبقى ولادنا ما يقراوش ما يمكنش ولادنا تيجيبوا صحابهم تيخرجوا وما يقراوش هما ما يمكنش مستحيل هي ما باش دير معنا هذا الحل كاع قلنا لها واش عندك جوج اساتذه في الخامس واحد يقرا جوج افواج ديال هذا الموسم اللي هو بدا نهار 4 جينا قال لنا ولادكم ما كاينينش المعلمين اللي هو ديال المستوى الخامس حنا بقينا كنجيو كل نهار تنسولو كل نهار تنسولو يقول لك حتى الاثنين جينا هاد الاثنين جينا الاثنين الاخرى جينا الاثنين جينا هاد الاثنين صافي مشينا النيابه حتى هما قالوا لنا حتى نسيرو حتى يجيو المعلمين حنا ما عرفناش انت غادي يجيو حنا تنطلبوا من حتى شي حاجه تنطلبوا هي المعلمين يجيو يقروا وليداتنا هادشي اللي كنطلبوا المدير النيابه ما كاينش المسؤول حتى هجمنا عليهم حنا ودخلنا عاد دور المسؤولين تيبانوا عشا ماشي معقول وشكرا اخويا بزاف شكرا وحنا تبعونا وحنا متبعين تنشوف واش غادي يحل ولا لا اذا كما كتشافوا متتبعينا الكرام من خلال هذا البث المباشر اللي درناه مباشره من منطقه من الدروب وكيعانيوا رغم انه كيشوفوا الحباب ديالهم كيشوفوا تيدخلوا للمدارس الا هذا المستوى هذا اللي صراحه هذه الامهات يعانون ويعانون في الصمت رغم انه مشاو النيابه العامه بدون جدوى وعلى حسب كما جاء على اللسان ديال بعض الامهات ان السيده المديره تتعامل معهم حتى واحد القدوه للابناء من خلال علاش ما تستقبلهمش علاش ما تشوفش معاهم وتدخل لهم هي لانه هي في موقف تمثل وزارة ديال التربية من هذا الباب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.